حسين أسد. طلبت من بشار الأسد أن يأتي إلى بلدي لزيارتي أو يذهب إلى بلد ثالث لإجراء هذه المناقشات. لم تمضي أيام على هذا التصريح للرئيس التركي حتى سارعت بغداد للإعلان عن جهودها لترتيب لقاءات ثنائية بين مسؤولين من النظام السوري وتركيا في بغداد، دون نسيان التأكيد على دور العراق المهم في هذا التقارب بحسب ما جاء على لسان المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي. وليؤكد بعدها وزير الخارجية العراقي لقاءه بنظيره التركي في واشنطن من أجل الترتيب لهذا اللقاء بالفعل. فكيف اتجهت بغداد إلى لعب دور الوسيط؟ منذ عام 2017 تقريباً ومع بدايات هزيمة داعش في العراق، سعت الحكومة العراقية لإنشاء علاقات قوية ومتوازنة في المنطقة، فبدأت بتعزيز علاقاتها مع دول الجوار لتتمكن من تقديم نفسها كوسيط محايد لديه علاقات جيدة مع الجميع وغير محسوب على أي طرف. وكانت أول محاولة عبر جمع العراق ومصر والأردن عام 2019 لإنشاء آلية للتعاون الاقتصادي، انتهت بالاتفاق على مشروع الربط الكهربائي واتفاقيات اقتصادية ساهمت في تخفيف النفوذ الإيراني في البلاد. وقتها تم الحديث عن محاولات بغداد للتوسط لإدخال سوريا إلى المشروع، لكن لم يحدث ذلك الاختراق. ومع وصول الكاظمي إلى رئاسة الوزراء عام 2020 وامتلاكه علاقات شخصية جيدة مع عدد من الأطراف الدولية والإقليمية، بدأت تتبلور ملامح هذا الدور. فعقدت القمة الثلاثية في بغداد بين العراق والأردن ومصر، ثم القمة التي جمعت قادة مصر والأردن وفرنسا معاً بهدف نزع فتيل الأزمات في المنطقة. وبحلول عام 2022 ووصول محمد الشياع السوداني لرئاسة الوزراء، كان العراق قد استضاف الجلسات الأولية للمصالحة الإيرانية السعودية. مثلاً عن مبادرة مثلاً المصالحة الإيرانية السعودية التي حصلت، صحيح أن يعني أنها توجت في مفاوضات في الصين، ولكنها بدأت في بغداد وتحديداً في مطار بغداد. يعني أيامها كان الوضع السياسي ملتبس جداً، ولم تكن المملكة العربية السعودية واضحة في مصالحتها أو في نيتها المصالحة مع دولة كانت تعتبر عدوة بالنسبة لها وهي إيران. ولكن نجحت خمس مفاوضات أو خمس جلسات كانت هناك. أيضا هناك بين الإيرانيين والأمريكان من جهة كان هناك مفاوضات في بغداد، صحيح أنها توجت أيضا في عمان وأيضا تدخلت قطر في النهاية، ولكن كانت في بداياتها في بغداد. لتعرض بغداد بعدها الوساطة في محادثات وقف إطلاق النار الجارية في اليمن عام 2023. ربما هذا الأمر ساعد بغداد أو دفعها إلى أن يعني أن يكون طموحها أكبر، وهي طرحت حسب ما يعني كشفته مصادر سابقة، طرحت الصلح أو الوساطة بين روسيا وأوكرانيا. وهذا الأمر كان فيه كثير من المؤشرات، من ضمنها مثلا حتى العلاقات العراقية الأوكرانية من جهة والعلاقات العراقية الروسية من جهة أخرى. لكن لماذا تقدم بغداد كل عروض الوساطة هذه؟ بحسب العديد من الخبراء، فإن للحكومة العراقية هدف يتجاوز التأملات الدبلوماسية، تريد بغداد أن تثبت نفسها كلاعب إقليمي. الوساطات من وجهة نظري هي لا تعتمد على وجود قوة إقليمية، ولا تنفع مثل هذه الوساطات تلك الأنظمة الهشة والضعيفة في أن تصبح أنظمة قوية، بقدر ما ربما تساهم في استقرارها لا أكثر. فيما يرى آخرون أن بغداد تحاول حماية نفسها وتحقيق فوائد اقتصادية عبر تقوية علاقاتها مع الدول الأخرى. تحاول بغداد أن تربط مصالح الدول الأخرى بمصالحها من خلال الربط الكهربائي، من خلال التبادل التجاري، من خلال حتى مؤخرا طريق التنمية الدولي الذي يربط الخليج العربي بأوروبا. لم يكتب لبغداد النجاح في العديد من وساطاتها، فيما نسب الفضل إلى دول أخرى في محاولات وساطة أخرى، كما حدث في المصالحة السعودية الإيرانية التي نسبت للعراب الصيني. يرجع البعض ذلك إلى عدة عوامل تتعلق بالنفوذ الإيراني لدى بعض الأطياف السياسية في العراق، ما يقلل نسبة النظر لبغداد كوسيط محايد. فهل سينجح العراق في تعزيز دوره كوسيط؟ بغداد أصبحت كما تعلمين ويعلم الجميع بعد عام 2003 مسرح وميدان للصراع الإقليمي والنفوذ بين الدول.
كل دولة تريد أن تصفي حساباتها مع الأخرى هي تصفي حساباتها داخل العراق، وهذا أصبح واضحا وبلغ أشده في الأعوام ربما 2021 بين الولايات المتحدة وإيران، وكيف أن شمل ذلك قصف متبادل، والكل يعرف هذه القضية. لذلك بغداد ترى من وجهة نظرها أن مصلحتها تكمن في إيجاد علاقات طيبة بين جميع الدول كي لا تصبح هي أيضاً مسرحاً أو تبقى مسرحاً لمثل هذه الصراعات الإقليمية.